السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس سوف نتعرف على بعض على أجزاء هذا الريبوت. ما هي الأجزاء أو ما هي مكونات هذا الريبوت، وكل مكون ما هي مهمته؟ ده اللي هنتعرف عليه في هذا الدرس. كل واحد منكم لابد يعرف على هذه الأجزاء وكل مهمة لهذه الأجزاء. طبعا أول الأجزاء المتعلقة ب هذا الريبوت. طيب عندنا أول جزء اللي هو الام كور. الام كور اللي هي بهذا الشكل تعني الوحدة اللي هي خاصة ببرمجة الريبوت. هذه الوحدة تكون خاصة ببرمجة الريبوت اللي هي تسمى بالام كور. الام كور هي الوحدة التي تخص برمجة الريبوت. الكيسس هي عبارة عن الهيكل اللي هو الهيكل الذي يبنى عليه الريبوت. الهيكل الذي يبنى عليه الريبوت اللي هو الكيسس. الارتوسونيك سنسر، الارتوسونيك سنسر هو عبارة عن حساس مهمته استشعار الأجسام. حساس مهمته استشعار الأجسام. الارتوسونيك سنسر حساس مهمته استشعار الأجسام. اللاين فولوور سنسر، اللاين فولوور سنسر هو أيضا حساس لكن لاستشعار الخط الأسود. استشعار الخط الأسود، استشعار الخط الأسود. طبعا الحساسات هي مثل الإنسان، الإنسان عنده حساسات اللي هي مثلا عندك الأنف بتستشعر الروائح، عندك الفم يتذوق صح، عندك اللسان يتذوق الطعام، عندك الأذن تسمع. فالإنسان عنده مستشعرات أو حساسات. الريبوت أيضا عنده حساسات. حساس الأرتوسونيك مهمته استشعار الأجسام، يعني مثلا إذا في جسم أمامه فيعرف أن في جسم أمامه فما يصطدم بهذا الجسم. أما اللاين فولوور سنسر هو عبارة عن حساس مهمته استشعار الخط الأسود، يعني إذا أنت رسمت له خط أسود أو دائرة بخط أسود فهو هيكون متحرك حول هذه الدائرة بهذا الخط الأسود. تمام. الموتور معظمكم يعرف الموتور صح، الموتورات أو المحركات. المحركات هي مهمة تحريك الريبوت، تحريك الريبوت. طيب الميني ويلز، الميني ويلز هي عبارة عن عجلة صغيرة مهمتها أيضا تحريك الريبوت. الويلز هي عبارة عن اللساتك أو العجلات، أو اللي هي دي بتكون مربوطة مع الموتور، بتكون مربوطة مع الموتور عشان يتحرك الريبوت. ده عبارة عن مفك يعني أنت بتستخدمه عشان تفك وتركب هذه الأجزاء. لكن مهم جدا أن المفك فيه جانبين، جانب يمين وجانب يسار. فانتبه الى انه في بعض من الادوات لابد انك انت تحكس المفك الى الجانب الاخر. طيب دي كلها هنا، دي عباره عن اسلاك. طبعا هنا دي كيبل. كيبل يعني شنو؟ كيبل يعني سلك توصيل. كيبل يعني سلك توصيل. طيب الكيبل مهمته شنو؟ مهمه الكيبل انه في بعض من الاجزاء بتتوصل مع بعض، دي هنعرفها ان شاء الله في الدرس القادم. اليو اس بي مهم جدا تعرفوا اليو اس بي كيبل. اليو اس بي كيبل اللي هي دي بتتوصل مع جهاز اللابتوب، دي بتتوصل مع جهاز اللابتوب ومع الريبوت. الطرف ده، هذا الطرف يوصل مع جهاز الريبوت، والطرف الاخر يوصل مع جهاز اللابتوب. الطرف الاخر يوصل مع جهاز اللابتوب، والطرف الاول يوصل مع جهاز الريبوت. دي عباره عن مسامير بتثبت بها الام كور. تمام. دي برضو عبارة عن مساميل، دي كلها مساميل وصواميل. طيب في حاجة ثانية اسمها الريموت كنترول. ريموت كنترول هو عبارة عن ريموت، اللي هو نفس الريموت للتلفزيون. يعني إذا أنت بس عندك شاشة أو تلفاز فبتستخدم الريموت عشان تغير القنوات، فهنا بتستخدم الريموت عشان تتحكم في الأشياء هذه. طبعا تاني عندكم، ايوه هذه دي البطاري. البطاري هي عباره عن البطاريه،
بطارية. البطارية هي عبارة عن بطارية عشان الريبوت يتحرك فيها تحرك معين. طبعا في أجزاء أخرى، أيوة هنا دي عبارة عن الام كور. الام كور اللي هي قلنا عبارة عن الجزء المتحكم في البرمجة الريبوت، تمام؟ الجزء المتحكم في برمجة الريبوت. طيب الجزء المتحكم في برمجة الريبوت هو عبارة عن أشياء مختلفة. طبعا أهم حاجة اللي هي اليو اس بي. اليو اس بي دي اللي هي دي هنا بتربط مع جهاز اللابتوب، يعني بيكون في وصلة بتوصلها هنا مع الام كور، تمام؟ وبعد ذاك بتوصل الطرف الآخر مع جهاز اللابتوب. هنا دي عبارة عن الحساسات بتتوصل في هذه المنطقة، حساسات توصل في هذه المنطقة 1 2 3 4، تمام؟ الباور سويتش هو عبارة عن مفتاح التشغيل والإطفاء بالنسبة للريبوت، مفتاح تشغيل وإطفاء الريبوت، تمام؟ البتري اللي بتتوصل هنا في المنطقة دي، دي البتري بتتوصل في هذه المنطقة. طيب هنا أيوة الصوت، يعني دايما بتلقى أنه الريبوت بتطلع منه أصوات، فالأصوات بتطلع من المنطقة دي اللي هي اسمها البزر، اسمها البزر، تمام؟ البزر يعني جرس، تمام؟ أو يعني صوت يعني، تمام؟ طيب هنا دي إذا أنت تحكمت في الريبوت عن طريق الريموت، فالإشارة بتجي في هذه المنطقة، الإشارة بتجي في هذه المنطقة. دي عبارة عن LED، LED يعني أنوار. الريبوت طبعا لما أول ما تشغله فهتلقى إنه في أنوار اشتغلت معاك. الأنوار بتطلع من هذه المنطقة اللي هي اسمها الـ LED، الـ LED، تمام؟ طيب تاني ايوه دي عبارة عن اشياء مهمة لابد تنتبهوا لها، اللي هي عبارة عن الموتور. لما تلقى الموتورات باللون الاصفر هي عبارة عن دي سي موتور. دي سي موتور هي عبارة عن موتورات مهمتها هي تحريك الريبوت، تمام؟ ده عرفنا انه عبارة عن حساس اللي هو يسمى بحساس تتبع الخط الاسود، حساس تتبع الخط الاسود. ده عبارة عن حساس قلنا لاستشعار الاجسام، حساس استشعار الاجسام، حساس استشعار الاجسام. وبكده نحن نكون اتعرفنا على اجزاء ومكونات الريبوت. القاكم ان شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.